هل التعدد اصل في الشريعه ام الواحده؟ وهل العدل يعني كل شيء او اشياء مخصصه؟ الاصل التعدد والواحده عند العدل. الاصل التعدد والواحده عند العدل. اذا والذين لا يعددون ولا سيما من اعداء الاسلام هم اشبه الانعام، يقتصر على واحده في الاسم وهو في الحقيقه ليسوا على واحده بل على عدد، كالتيس الذي يعرض عليه هذه وهذا والثور الذي يعرض عليه هذا وهذا، ويلقي مليه ورقفته في كل مكان ولا يبارك البهيم. اما صاحب الزوجات بالشرع هو يلقيها في محل صالح، في محل مدحه الله، في محل مقصود، وهو بعيد عن مشابهة البهائم، ولكن هم اعداء الله هم اقرب الناس الى مشابهة البهائم، كما قال عز وجل: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هو أضل سبيلا. وآخر يقول: بالنسبة في الخارج يتزوج الرجل على واحدة امرأة، فإذا أراد يعني هذا الشيء يتزوج على واحدة يقولون عندهم القانون لا يبيح لهم أكثر من ذلك، أما إذا أراد يتزوج فيتزوج متعة، ما الحكم في هذا؟ متعة غير هذا عند الراعي، هم يعملون هذا عند الراعي، عند النصارى، النصارى عندهم الزنا.